كبيداتي شحيماتي متتبعاتي الاوفياء والاوفيين، اتمنى تكونوا في احسن الاحوال، والفيديو ديال اليوم يوصلكم في احسن الاحوال. غيبت عليكم، طولت عليكم الغيبات، وحشكم بزاف. شكرا كامل للناس اللي كيسولوا عليا في الخاص. البنات ما نطولش عليكم باش ما تقولوش الفيديو راه طويل، غادي ندخلوا في الوصفه. هذه الوصفه البنات نتاع جدودنا، ما غاديش نقول لكم انايا جبتها لكم ولا انا اخترعتها. هذه الوصفه راه قديمه كيستعملوها، استعملوها جداتنا واستعملوها امهاتنا. الوصفه نتاع الحفص، الوصفه هذه الوصفه البنات نتاع الحفص. البنات نساو ليا شنو هو التضييق هذا، بحال اللي غادي تمشي ديري تضييق المهبل باللايزر، ما ديروا لا شب لا رمان لا حتى شي حاجه. هذه الوصفه البنات امنه، هذه الوصفه نتاع الحفص. اوكي البنات وصفه الحفص، ندخل لكم نيشان في الموضوع باش ما نطولش عليكم. البنات هذا راه حنايا في المغرب يقولوا له الحفص، في الدول الجزائر ومهم الدول العربيه ما عرفش الاسم ديالو، راه رخيص 10 دراهم يعطيك باش ديري تقريبا واحد، باش ديري مده يعني، راه ماشي غالي. هذا هو البنات الحفص. البنات هذا خارق خارق للغايه، هذا في تضييق المهبل البنات، ومشي غير تضييق المهبل، حتى البنات والنساء اللي عندهم ترهل مثلا من بعد الولاده. البنات الكرش كترهل الناس اللي كيكونوا كيديروا الريجيم، وكيترهل لهم الدراع ديالهم، كيترهل لهم الكرش ديالهم، الفخذ ديالهم، تقدري ديريه في اي منطقه في لو كور ديالك، والنتيجه نتاعو راه خارقه للعاده. هذا كذلك كنستعملوه حنايا في المغرب باش نصبغوا الشعر، كيتخلط مع المهم كتستعمل لصباغه الشعر، كيعطي واحد اللون داكن. اوكي راه معروف وراه رخيص البنات، سميتو الحفص. ندوزو للوصفه البنات باش ما نطولش عليكم. البنات هذه الوصفه عفاكم خصكم تستعملوها بالطريقه الصحيحه. اوكي خصها تستعمل بالطريقه الصحيحه، ماشي تقولي انا غادي نكثر باش في السع تجيب نتيجه تقدر تنقلب على العكس ديالها. اوكي المهم البنات هذه الوصفه لكل وحده كتعاني المهبل عندها واسع. معروف ان المراه من بعد ما تولد واحد وزوج ثلاثه ولا غير ولاده وحده، المهبل ما كيوليش الطبيعه نتاعو اللي قبل، كتحس ان المهبل وسع. كذلك بالنسبه للناس اللي عندهم سيلان، البنات اللي كيعندهم سيلان، البنات اللي عندهم الحكه، البنات اللي عندهم كينفع كذلك لا القضاء على الرائحه الكريهه بتاتا. اوكي نتمنى هذا الفيديو كما قلت لكم هذا الفيديو خاص بالبنات، مهم بخصوص النساء. بالنسبه لطريقه الاستعمال، اول طريقه الا كنتو كتعانيوا ان عندكم ترهلات في الجسم، فغادي تشدي بغيتي ديريها للبطن الكرش ديالك ولا الفخذ فين عندك ترهلات، غادي تطحني بحال نقولوا هذه الكميه. انا مازال ما طحنت البنات، ما بغيتش نطول عليكم الفيديو اللي كان عندي راه ساليته وهذا جديد صفته ليا. غادي تطحني، الله اكبر، غادي تطحنيها بحال نقول لك هي هذه الكميه، غادي تعطيك واحد المغرفه ولا جوج مغرفات. غادي ديريها مع الزيت، غادي ديريها مع زيت اللوز المر، زيت اللوز المر. البنات ديروا جوج مغرفات نتاع زيت اللوز المر، وبعد ذلك ديروا زيت السمسم، جوج مغرفات نتاع زيت السمسم، وديروا مغرفه نتاع الحفص متقوق، وغادي ديروها تلويوها على ديروا بحال عجينه، تحصلوا على واحد العجينه، ومن بعد غادي ديروها في الليل، غادي تخليها دهني بها الابس ديالك ولا الفخذ ديالك فين عندك ترهلات، وتخليها ليله كامله، ومع الصبح غادي تغسلي. هذا بالنسبه اللي عندهم ترهلات. دابا ندوزو للبنات اللي عندهم اتساع المهبل، اقسم بالله البنات حتى تولي بنت بنوس. بصح البنات ديروها بهذه الطريقه اللي غادي نقول لكم عليها. ابارت البنات راه غادي تنقيكم كاملين من يعني بهذوك السيلان، هذوك الميكروبات اللي كيكونوا عندنا في المهبل. المهم بالخصوص البنات النساء اللي والدين، كتحسي مع تجمعك كتنشف هذاك الموضوع، غير هي البنات لا تفرطونا في، يا الله اللغه العربيه، ما تفرطوش في الاستعمال ديالها. اوكي البنات غادي ناخذوا هذا، غادي ندقوه، من الاحسن البنات تدقوه. سمحوا لي انا ما بغيتش نطول عليكم فيديو، ندير لكم فيديو قصير. غادقوه هنايا. اوكي انا الاول كندقوه هنا، يعني كندقوه هنايا نفرشخو، عاد نديرو في الطحانه. اوكي هذا ندقوه هنا، عاد من بعد نفوتوه للمطحانه. اوكي بنات البنات هذه ما خصكوش تستعملوها بزاف البنات، غادي نقول لكم حيت الا استعملتوها بزاف البنات راه كتنشف وتقدر دير لكم التهابات، يعني غادي تستعملي هذاك الشيء اللي خصك تستعمليه، اللي غادي نقول عليه هنايا. اوكي من بعد البنات ما تطحنوا هذا، انا غادي نفرشخوه هنايا، ومن بعد غادي نديرو في مولينكس، ما بغيتش نطول عليكم الفيديو. غادي نديرو في مولينكس، غادي نحصل على بودر هنايا بنات، هنايا غادي ندير جوج كيسان تاع الماء، كاس العنبه كما كنقولوا هنايا، كاس الاول كاس الثاني. اوكي غادي نغليوهم هادو، غادي نغليوهم في النار حتى يغلاو، منين يغلاو غادي نديرو مغرفه. اوكي البنات منين يغلاو غادي نديرو مغرفه نتاع الحفص هنايا. اوكي منين غادي نديرو مغرفه نتاع الحفص هنايا، غادي نغطيوه ونخليوه يستريح على حساب ساعه. هاد الخليط غادي تستعمل مره حتى لجوج مرات البنات، هاد الخليط غادي تستعمل مره حتى لجوج مرات في الاسبوع فقط. بالنسبه للبنات اللي عندهم
البنات اللي عندهم نقطة مهمة، الحوامل بعدوا عليه، راه ماشي غادي يضركم. المرأة الحامل ما تستعملش هذا، حذاري وحذاري، هذا فقط للنساء وحتى البنات العزبات اللي كيكونوا عندهم سيلان. اوكي بنات، المهم هذا مع الصباح ولا في الليل قبل ما تمشي تنعسي غادي ديريه حمام، يعني تغسلي به المهبل ديالك، تغسلي عادي. بالنسبة للنساء المتزوجات واللي عندهم اتساع، النساء اللي ولدوا واحد زوج ثلاثة كيحسوا انهم عندهم المهبل يعني كبير عزكم الله وباغيين يعني يجمعوه وحتى يكون عندهم هذاك السيلان وكل شيء، واشنو غادي ناخذو؟ غادي ناخذو هذه مثلا، هنا راه عندنا الخليط، غادي ناخذو هذه اوكي، غادي نعمروها وغادي نديروها في المهبل الداخل. بصح هذا البنات هذا غير بالنسبه للنساء، النساء اللي كيكون عندهم اتساع في المهبل وكدار يعني في المهبل الداخل كدار مره، حيت كتجمع بواحد الطريقه خياليه البنات. غادي ديروها غادي ديروها مره في الشهر وغادي تشوفوا النتيجه. وبالنسبه باش بالنسبه للوضوء غير على برا، غادي ديروا هذا البنات، غادي ديروا هذا مره حتى جوج مرات في الاسبوع فقط البنات. الا كثرتوا فيها بها البنات غادي ينشف، وماشي احنا ماشي الغرض نتاعنا ان تنشف هذيك المنطقه تاع المهبل، حيت اساسا هذيك المنطقه رطبه وخاص يكون فيها شويه الافرازات، يعني ما خصهاش تكون ناشفه. المهم نولي نقول لكم انه لازم تستعملوه مرتين ولا مره واحده في الاسبوع اوكي، وصافي. منين تشوفي هذيك النتيجه ان ما بقاش هذوك السيلان، ما بقاش هذوك الروائح، ان تحسي مع المهبل انه تجمع، صافي ما تبقاش ديريه اوكي، تحبسي عليه اوكي. انا يعني نفضل ديروها مره في الاسبوع البنات، مره في الاسبوع صافي. ومن بعد 3 شهور 6 شهور ديروها مره كل 6 شهور ولا كل 7 شهور، ما تبقاش ديروها دائما. وجوج طريقات كما نعاود نقول لكم، جوج طريقات، اما تغسلوا المهبل عادي من برا، ولا كان عندكم اتساع بزاف بالنسبه للنساء اللي مزوجات وولدات، غادي تعمروا هنايا الحفص اوكي، وغادي ديروه لداخل اوكي بنات. وهادي دار غير مره في الاسبوع، ما تكثروش فيها اوكي. لقيتي النتيجه، غادي تلاقي النتيجه باذن الله، كتحسي مع راسك مجموعه البنات، مجموعه كتجمع المنطقه، كتقضي على الروائح الكريهه البنات. الروائح الكريهه راه كتقضي عليهم، غادي تهني بشنو هي رائحه كريهه، تتهني بها اوكي البنات. نتمنى يكون نال اعجابكم الفيديو، ما تبخلوش عليا بلايك وبارطاجيو البنات لاي وحده، اي وحده البنات، اي مره مزوجه، اي مره عندها الالتهابات، عندها يعني الالتهابات، الحكه، لعمتك، لخالتك، لبنت خالتك، بارطاجي مع كل شي النساء اوكي. وصفه البنات امنه، غير ما يعني ما تكثروش بها. حاجه اخرى قبل ما نقطع، كاين واحد الطريقه اخرى تقدري ديرها بحال كمادات، غادي نقول لكم كيفاش البنات. تقدروا حتى تاخذوا القطن بحال هكا اوكي، وديروه في هذاك الخلطه ديالنا اوكي، اللي طبخنا الماء ودرنا فيها الحفص اوكي، ديروها وديروها ككمادات في المهبل اوكي، على برا البنات، ولا شويه دخلوها لداخل اوكي بنات. نتمنى يكون نال اعجابكم الفيديو، بارطاجيو باش الكل يستافد. ديروه بالطريقه اللي قلت لكم البنات، ديروه مره في الاسبوع وحتى تلقاو النتيجه، ما ديروش بزاف حيت كاين الشف، ولا كثرتوا به فيه راه كيعطي النتيجه، يعني كيعطي لكم كيدير التهابات اوكي بنات. كنموت عليكم، كنحماق عليكم، باي باي.